السلام عليكم البنات، صباح الخير صباح النور. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ مزيانين؟ مبروك عيدكم. انا صباح عندنا العيد. شوفوا نطلقيت الوالده، كنت جابت شي ريسان لقيتها كتشوط فيهم. انا البنات ما كنقدش نشوط، عندي كسميتو الحساسيه في عينيا. الوالده راه صبحت معيده، واحسن ما كاين فصل في العيد اصلا غير راس الكبده. واحد اخر مبروك عيدكم. البنات هاي ما صايبه الراس، اني جيت دركي باش ندير معكم معا. انا غادي نصبح نقطع شويه نتاع صبروا من النوز. غادي البنات ديروه بالخضره، كاينش الحمص، غادي نديروه بالخضره، ندير عليها بصله صغيره. غادي ندير شويه سكينجبير، شويه نتاع الملح، شويه نتاع الخرقوم، الخرقوم بقى شويه. شويه نتاع الابزار، ندير شويه نتاع الزيت، ندير شويه، غادي نقليه شويه، ندير عليه صفر واحد شويه، عندي عليه الخضره. كون معايا حبيباتي. Thank you.
والبنات الراس ديالنا وجد بالخضره بسم الله ما شاء الله جاي غزال. البنات هاو كران ديالنا وجد، غادي نوريكم عدلت ليموناده. بقاو معايا حباباتي. البنات انا عدلت ليموناده او بارده. البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم، ما قدتش نشارك معكم، الولد ديالي كان عيام فكنت هزه ما قدتش نسجل، غادي نشارك ان شاء الله معكم في اقرب وقت. السلام عليكم البنات، جيت نشارك معكم شنو خديت انا والوالده. البنات خديت هاد الصوالح، البنات هاد الصوالح قالنا 8 تاع الدراهم يعني 160 دورو. مي اختك هم كتبغي الشطاره عزيزه عليا الشطاره، هادو كاع قالنا 8 دراهم 8 دراهم 8 دراهم، الا هذه اللي قالنا ديجا 5 دراهم يجينا الضحك ونبقى نشطر. بقيت تشطر معاها نشطر، تديتهم بخمسة دراهم، ديت هادو بخمسة دراهم، وديت هادو نتاع لي كيك بخمسة نتاع الدراهم، وديت هاد القطاعة الوالدة بخمسة دراهم، عندها وحدة نتاع اللوح مي ما عجبتنيش، هادي غادي تكون أحسن وماركة زوينة. المهم هادو قاع ديتهم بخمسة دراهم، يعني نقصت عليا ثلاثة دراهم في الحاجة وهادي قلت لكم كما قلت لكم قال لي 5 دراهم، فخديناهم هادو كاملين 5 دراهم الوحده. البنات وكان في خاطري في هاد الليمول، هاد الليمول كيجيو فيه لي كيك واعرين البنات، عندي واحد الغوسيط خطيرين في لي كيك ان شاء الله غنجربها معكم في اقرب وقت. غادي نعطيكم شحال من طريقه ديال لي كيك في هاد الليمول، و يعني وتا الطريقه تاع الزواق كتكون مختلفه ان شاء الله. اليوم يا ربي سهل الامور. المهم خديت هذا ب 30 درهم البنات، هذا ماشي داك النوع اللي يعني اللي كيتقشر من هنا، لاني كنت خديت واحد ليمول ثلاثة على واحد السيد ولكن ما صدقوا لي ماشي زينين، غير جوج مرات ثلاثة وبقى هذا كيتقشر لي وكيجيني في لي كيك في شي حاجة كيبقى يطلع. مي هذا ماركة زينة، هذا خديته البنات ب 30 درهم البنات. وخديت هذا المول العجيب حتى هو ان شاء الله غادي نجرب معكم ان شاء الله فيه واحد لي كيك وواحد لا كريم خطيرة البنات، ما عمرها فاتت في اليوتيوب، غادي تكون من عندي ان شاء الله. البنات هذا قال لي 20 درهم، خديته ب 15 درهم، خديته ب 15 درهم. وما انا قلت نشارك معكم لان كلشي على الشطاره، انا كنبغي نشطر لان علاش لان تشطر غادي تنقصي، هما كيقولوا لك الثمن اكثريه الحوايج نتاع الريكلام كيقولوا لك الثمن، مي انت كتاخذي بالثمن اللي غادي تقدي عليه نتيا. نتمنى ان شاء الله البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتقبلوا على اختكم البساطه، ونتمنى ان شاء الله انكم تدعموني بلي لايك وبالبارطاج، وديما ديما كما كنقول لكم موت عليكم وعليكم احباباتي. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.